هل أنت مدخن أو ربما تفكر بالتدخين؟ انتبه، هذا هو وضع رئتيك على الأغلب، أو هكذا سيكون، أسود قاتم مليء بالأمراض، شكل يراه كثيرون مرعبا بالمقارنة مع نقاء رئة غير المدخن بلونها الوردي. 5 ملايين مدخن في المملكة العربية السعودية، يتوقع تضاعف عددهم بعد 10 سنين، رقم دفع إلى إنشاء عيادات طبية عادية وأخرى متجولة تعمل على مساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين باستخدام أجهزة خاصة. الشيء اللي يخلي المدخن يرجع للتدخين هو النيكوتين. الآن عن طريق الذبذبة هذه حتبعد عنه جميع الأعراض الانسحابية، وتبعد عنه الصداع والتوتر والقلق والعصبية بعد إرادة الشخص للعلاج. توفر إرادة الإقلاع عن التدخين هي النقطة الأولى والأهم، وعمل العيادات المتنقلة في نشر التوعية بأخطاره وإمكانية وقفه شجع كثيرين على خوض التجربة. أنا قبل 10 دقائق كنت بدخن، والحمد لله دخلت الجلسة حسيت بارتياح في الجلسة، وأوعد الله إن شاء الله وأجاهد نفسي بإذن الله أني أبطل التدخين. نحو 6 ملايين شخص يموتون سنويا في أنحاء العالم جراء التدخين بحسب ما تقول منظمة الصحة العالمية، بينما يموت 800 ألف آخرين جراء تعرضهم له، وهم المعروفون بالمدخنين السلبيين. أرقام تدق ناقوس الخطر للسلطات كي تكثف برامج التوعية بأخطار التدخين المدمرة، وتذكر الأفراد أن التدخين قد يسلبهم أغلى ما يملكون، حياتهم. في قطر